نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس، منورنا كابتن. تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تحياتي لكابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن بلال. اهلا منورين، منورنا كابتن. مبروك كابتن ان ايمن للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الداخليه. عندنا مباراه النهارده في تقييمنا ليها هي مباراه تندرج تحت درجه صعوبه سهله. كابتن عادل، المباراه النهارده سهله نتيجه طبعا تفوق النادي الاهلي ونتيجه ونتيجه ان اللاعبين كمان الروح اللي موجوده بين اللاعبين، فكان محمد يوسف النهارده ما لقاش صعوبه في اداره المباراه. وايضا كابتن اسامه، كان في تعاون النهارده من حكم الفار محمد الصباح، حي طبعا في لعبه مهمه جدا جدا، يمكن اول حاله معانا هنجيبها. هنروح لطاقم التحكيم الاول كابتن ايمن ونعرف الساده المشاهدين بيه طاقم التحكيم. محمد يوسف حكم منطقه الغربيه لم يدير اي مباراه للنادي الاهلي كابتن ايمن هذا الموسم، ويمكن دي اول مباراه لمحمد يوسف حكم منطقه الغربيه. عندنا هشام طلب من منطقه سوهاج ادى مباراه ايضا طيبه النهارده. علاء باسط من اسكندريه مساعد رقم 2 نفس الاداء، كان اداء متميز. وعندنا محمد العتباني، يمكن عندي حاله لمحمد العتباني هجيبها، هو الحكم الرابع. والحكم الرابع ايضا ليه دور كبير جدا جدا كابتن ايمن هنشوفها. كان على الفار محمد الصباحي وكان معاه عمر فتحي من الاسكندريه، محمد طبعا من منطقه القاهره. الحاله الاولى معانا كابتن عشان الوقت، نشوف هنا هناك ركله جزاء غير محتسبه للنادي الاهلي في الدقيقه 13. شوف هنا علي معلول بيعمل عرضيه وبعدين محمد يوسف، واحنا قلنا هنا بعد اذنك بقى بيرجعوا بعد اذنك واحده بس هنمشي ماشي. الكره لم تعبر خط المرمى، ونشوف هنا وضع اليد كابتن. احنا قلنا هنا لو وضع اليد كابتن اسامه الايد مش مكبره حجم الجسم وفي وضع طبيعي اوكي، بنتكلم على البوينت اوف كونتاكت، كره لحظه التلامس. الايد هنا شوف هنا اليد اللي هي الكف اليد هي رايح للكره كابتن عادل. برجع واستاذنك بس من ابي عشان خاطري سامحني، هرجع لللايف معلش عشان احنا هنا بس ستوب بقى بس برجع كابتن عادل. احنا قلنا في الالعاب ديت لما بتكون الناحيه دي الحكم بيعمل ايه؟ لازم بيعمل بيقرب شويه علشان يشوف الحكم واقف هنا كده. انا ما ينفعش اقف كده كابتن اسامه، لا طب استحاله، لابد يبقى انا عندي قراءه للموقف اللي هيحصل هنا 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 هنا، فبالتالي لابد ان انا اتحرك كده واجي هنا. ليه؟ لان انا تعمل عرضيه هنا، يبقى لما اجي هنا انا هنا عندي 1 2 3 4 هنا زحمه، لما اوسع لنفسي هنا تبقى المنطقه دي كلها مكشوفه بالنسبه لي. هو واقف ثابت في مكانه، وبالتالي هنلعب بالجو كده الحاله اللي ماشي الحاله بقى ونشوف. مازال واقف، مازال واقف. لا يا محمد لا، خلاص محمد تعالى بقى افتح شويه كده. هنا المخالفه صحيحه واضحه، هل من المعقول انا في الموقف اللي انا ما اتحركش منه اشوف المخالفه ازاي؟ ازاي هشوف المخالفه؟ وبالتالي بقول هنا تمركز الحكم في هذا الجزء هو ده اللي خلاه ما شافش اللعبه، وبالتالي هنا عدت عليه. هنا كان دور الحكم الفار بقى، وده احنا بنقوله الفار معمول لمثل هذه الالعاب، على الرغم ان محمد كان يجب عليه يتعب شويه ويجتهد ويروح عشان هو ياخد القرار. لعبه سهله، ركله جزاء صحيحه، تدخل الفار محمد صباح انا بحييه. وهنا قلنا اليد في وضع غير طبيعي، نشوف تاني الايد هنا، الايد هنا كابتن نادي الداخليه بتيجي فيها، والزاويه الثانيه موضحه ان الايد راحت للكره، وبالتالي هنا ركله جزاء صحيحه.